العاشر من يوليو. في مثل هذا اليوم من عام 1948 الصهاينة يستولون على مطار اللود. وفي مثل هذا اليوم من عام 1962 إطلاق أول قمر صناعي للاتصالات في العالم باسم تيلستار 1، والذي كان ينقل البرامج التلفزيونية بين أوروبا والولايات المتحدة. وفي مثل هذا اليوم من عام 2000 بشار الأسد يفوز بمنصب رئيس الجمهورية العربية السورية بنسبة 97% من المشاركين في استفتاء عام، وذلك بعد شهر من وفاة والده الرئيس حافظ الأسد. وفي مثل هذا اليوم من عام 2006 اغتيال زعيم المجاهدين الشيشان شامل باسييف على يد المخابرات الروسية. وفي مثل هذا اليوم من عام 2006 اللاعب الفرنسي زين الدين زيدان يتلقى جائزة الكرة الذهبية لكأس العالم لكرة القدم عام 2006، وهي آخر منافسة له في مشواره الاحترافي.